برعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر، وبحضور سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد الخليفة رئيس مجلس أمناء وقف عيسى بن سلمان التعليمي الخيري، أناب سمو رئيس الوزراء سمو الشيخ عيسى بن علي بن خليفة الخليفة رئيس الاتحاد البحريني لكرة السلة لحضور نهائي كأس خليفة بن سلمان لكرة السلة. وقد توج سمو الشيخ عيسى بن سلمان الخليفة وسمو الشيخ عيسى بن علي الخليفة نادي الرفاع بطلا لكأس خليفة بن سلمان لكرة السلة. وأكد سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد الخليفة أن رياضة كرة السلة في البحرين تسير بخطى ثابتة نحو مزيد من التطور على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، مشيرا إلى إسهام المنافسات بين الأندية المحلية على مختلف البطولات في صقل مهارات اللاعبين وتطوير قدراتهم والتي تنعكس على تقدم هذه الرياضة، متمنيا لكافة الأندية البحرينية مزيدا من التوفيق والنجاح خلال المرحلة المقبلة. فيما نقل سمو الشيخ عيسى بن علي الخليفة تحيات سمو رئيس الوزراء وتهانيه لنادي الرفاع بالفوز بكأس خليفة بن سلمان لكرة السلة، مشيدا سموه بأجواء المنافسة التي شهدتها مباريات البطولة والتي تعكس المستوى المتقدم الذي وصلت له كرة السلة البحرينية. وكان سمو الشيخ عيسى بن سلمان الخليفة وسمو الشيخ عيسى بن علي الخليفة قد شهدا المباراة النهائية بين نادي المحرق ونادي الرفاع في صالة مدينة خليفة الرياضية لكرة السلة، والتي أسفرت عن فوز نادي الرفاع بنتيجة 76 نقطة مقابل 61 نقطة لنادي المحرق، وذلك ضمن كأس خليفة بن سلمان لكرة السلة. وأشاد سمو الشيخ عيسى بن سلمان الخليفة بالجهود التي يبذلها الاتحاد البحريني لكرة السلة برئاسة سمو الشيخ عيسى بن علي الخليفة وما يوليهم من اهتمام في تطوير لعبة كرة السلة. وبهذه المناسبة هنأ سموه رئيس نادي الرفاع سعادة الشيخ عبد الله بن خالد الخليفة على فوز النادي، متمنيا لهم دوام التوفيق والنجاح، ومشيدا بالمستوى المميز الذي قدمه لاعبو الفريقين أثناء المباراة. وأشار سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد الخليفة إلى مستويات المنافسة بين الفرق، مشيدا سموه بالمستوى المهاري التي اتسمت به المباراة بين لاعبي الفريقين، معربا عن شكره لجمهور الفريقين اللذان حرصا على حضور اللقاء والتفاعل بإيجابية مع مجريات المباراة. وقد أعرب سمو الشيخ عيسى بن علي الخليفة عن تشرف سموه بإنابة سمو رئيس الوزراء له لحضور نهائي كأس خليفة بن سلمان لكرة السلة، مؤكدا سموه بأن هذه البطولة باتت محطة مهمة في منافسات كرة السلة البحرينية التي تستهدف تطوير اللعبة والارتقاء باللاعبين البحرينيين وتعزيز مهاراتهم. مؤكدا سموه أن نادي الرفاع فاز بأغلى كؤوس السلة واستحق هذا الفوز بجدارة واستحقاق، متمنيا سموه لكافة الفرق المشاركة التوفيق في المسابقات القادمة.